يأسفني اقول لكم ان انتوا مش هتخلفوا خالص مدى الحياة. ما يا ما مالك يا حبيبتي؟ مالك يا ما؟ عايزة اخلف يا طه. تاني الموضوع ده يا ما؟ الموضوع ده تعبني قوي. بكرة ربنا يرضينا. بكرة ده هيجي امتى؟ هيجي بأوانه. ده كل حاجة بأمر ربنا يا ما. احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. متفضليش متضايقة كده. واحنا هنروح كمان للدكتور وهنعمل آخر محاولة. بجد يا طه؟ بجد. وهنحاول لو طلبي نعمل عملية سنة هنعمل عملية سنة. هعمل مستحيل عشان أساعدك. ربنا يخليك ليا يا طه. ما يحرمنيش منك أبدا. ولا أقول لك، أنا هتصل بالدكتور يجي لنا لحد هنا. دكتور طارق. ثانية واحدة. ألو؟ يا دكتور. يا حبيبي. بقول لك يا دكتور طارق، كنت عاوزك تجي لنا يا حبيبي البيت. أيوة دكتور. لا معلش، يا ريت أنت اللي جينا. ماشي، في انتظارك يا دكتور. في انتظارك. مع السلامة. خلاص هيك. أنا أمل في ربنا كبير وربنا يرضينا إن شاء الله. إن شاء الله. أه يا دكتور، إزيك؟ اتفضل. مساء الخير. مساء النور. أيوه أستاذ مر. معلش يا دكتور، كنا إحنا عاوزين نجالك العيادة، بس معلش المدام زي ما أنت شايف تعبانة شوية. دي حضرتك التحليل اللي أنت طلبتها مننا. تمام. دي كلها عملتها زي ما حضرتك طلبتها بالظبط. طمنا يا دكتور عشان خاطر. يا دكتور للاسف بس استاذ، التحاليل دي بتقول ان حضرتك مش هتقدر تخلف ولا الملام. دكتور ايه يا دكتور؟ في مشكله عند حضرتك وحضرتك. مشكله ايه يا دكتور؟ يعني كل التحاليل اللي انت طلبتها موجوده زي ما حضرتك طلبت بالظبط. ايه المشكله؟ انا اسف. يأسفني اقول لكم ان انتوا مش هتخلفوا خالص مدى الحياه. استأذن انا. طب ما ينفعش نعمل عمليه زرع ولا اي حاجه دكتور؟ ربنا جعل الطب وانت اهل العلم. قول لها الدواء فين. نفسنا في حته عيل يرضينا. شوف انا اللي انت عاوز تعمله، حتى نسافر بره ما عنديش مشكله. انا نفسي اساعدك. انا والله نفسي اساعدك، بس للاسف التحليل اللي قدامي بتقول ان حضرتك وحضرتها مش هتخلفوا. ف خلاص ادعي ربنا، وربنا ان شاء الله كريم. انا اسف يا استاذ طه. عن اذنكم. عن اذنكم. ربنا يعوضك يا رب. انعم علينا بنعمتك يا رب. ملناش غيرك. ارضينا يا رب. انا واثق في كرمك. سامح يا حبيبي، سمعت ان في فيلا عامله 20 مليون، نفسي تجيبها لي عشان خاطري. اعمل ايه اجيبها لك؟ انت عارفه انا فلوسي كلها في السوق، ما انت عارفه. هجيب لك منين انا 20 مليون جنيه؟ يعني ايه تجيبها لي منين؟ تتصرف. طب استني بقى، ما اخويا ربنا يكرمه، هو لا وراه عيل ولا تايل. يا رب يحصل له حادثه ولا مصيبه تاخده. حادثه؟ ربنا يسمع منك. حبيبي اتفضل. ازيك يا ماما يا حبيبتي؟ ازيك؟ عامله ايه؟ نورته. ازيك يا ماما؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سامح؟ نورتنا يا سامح انت وريهام. حبيبي يا طه. نورتوا بكم يا حبيبي. والله احنا لقينا العيال مخنوقه، قلنا نجيبهم عند عمهم طه اهو يلعبوا يهيصوا في الشقه. ما احنا كده كده عارفين ان انتوا ما عندكوش عيال. وانت يا ماما الدكتور قال لك ايه صحيح على موضوع الخلف؟ لا قال لنا خير ان شاء الله. يعني الدكتور قال لكم ايه يعني؟ فهمينا كده. يعني هنمشي على علاجه. ربنا كريم.
وبعدين يا طه هتعمل ايه بالعيال؟ ما العيال هم مطفحيننا الدم يا جدع، بلا خلفة بلا بتاع، انت عندك الارض وعندك الفلوس وعايش حياتك، كبر دماغك. ربنا يخليهم لك يا سامح وتفرح بيهم، تفرح بيهم يا اخويا. هو انتوا زعلانين ولا ايه؟ لا يا حبيبي، ليه بتقول كده يا حبيبي؟ ابدا لا. يا ما لو زعلانه خدي لك عيل من العيال. ربنا يبارك لك فيهم. طب بقول لكم ان انا هعمل لكم حاجات تاكلوها. الله يسلم ايديك. ايوه عايزين اكل زمان ده يا ست مها. يسلم ايديك يا مها. بالهنا والشفا. انا عايز اقول لك احنا بقى لنا سنين ما كلناش الاكل اللي انت عملتيه ده، بجد حاجه هايله. شكرا يا طنط مها. حبيبتي بالهنا والشفا يا حبيبي. عامل ايه يا طه؟ الحمد لله يا حبيبي، كله تمام. ده بيتك يا حبيبي. الف هنا يا حبيبي. احنا هنضطر ان احنا نمشي بقى عشان الاولاد عندهم رحله بكره الصبح. ايه ده بجد؟ اه طالعين تبع المدرسه. ربنا يخليهم لكم يا رب وتفرحوا بيهم يا سامح. حبيبي وانا زي ما قلت لك موضوع الخلفه ده ما تحطوش في دماغك. لا والله هو الحمد لله يعني. ايوه مش عايزكم تزعلوا. مها مش عايزك تزعلي من حاجه، ده حاجه بتاعت ربنا، ده نصيب. اكيد طبعا. اكيد. ودول عيالك في اي وقت عايزاهم ابعتهم لك على طول. ربنا يبارك لك فيهم. الله يخليك. طب يلا بقى يا اولاد. يلا يلا يا بابا. سلام. ايه يا موحى هتفضل ماسك التليفون كده كتير وسايبني لوحدي؟ ايه يا حبيبي في ايه؟ يعني هو العيال سايبنا دلوقتي النهارده لوحدينا وطلعوا رحله، ولا هو اخوك ومرات اخوك احسن مننا في حاجه؟ مفيش حد يا حبيبي احسن. طب خلاص يبقى نقعد بقى، النهارده الخميس ومن حقي بقى ان انا وانت نقعد لوحدنا. من عيوني يا حبيبي. يلا يلا بينا. شوف يرد. الو اكيد الولاد مضايقينك في حاجه. ايه انت بتقولي؟ ايه الو ايه عيالي؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي حصل؟ طب اقنعيني، طيب حصل ازاي؟ موه تعالي يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي خلاص هانت. خلاص يا حبيبتي بكره هيعدوا كده بالسلامه وتقومنا بألف سلامه. على مالك يا حبيبتي، على مالك، على مالك يا بابا، على مالك كده. يوسف معذب ماما يا شاي. انت بص يا ده جامد، انت هيطلع شبهك. لا انا عايزاه شبهك. هياخد مننا انا وانت. لا خليه ياخد شبهي انا عشان يطلع مقطقط. فاكره يا ماما لما كنت بقول لك ان ربنا هيرضينا؟ الحمد لله يا ربنا رضانا. الحمد لله الحمد لله. بس انت عارفه صعبان عليا سامح اخويا قوي، رغم ده كله بجد صعبان عليا قوي. ربنا يصبرك يا رب، مع انهم اذوني كتير. معلش. الحمد لله. سامح قوم، مرات اخوك حامل. مرات اخو مين اللي حامل؟ مرات اخوك حامل يا سامح. ازاي الكلام ده؟ زي ما بقولك. جبت الكلام ده منين؟ كل الناس عارفه، كل الناس عارفه. وفؤاد احنا ضيعنا كل حاجه، عيلنا راحوا، كل حاجه راحت، كل اللي احنا كنا عايزينه اتهدى علينا احنا. يا خراب البيوت، يعني كل اللي انا كنت بفكر فيه خلاص بح. خسرنا عيالنا، كل حاجه راحت، وخسرت كل حاجه. ليه يا رب انا ما عملتش حاجه وحشه؟ ليه كنا عايزينه راح، اتقلب علينا، عيالنا راحوا. اخوك ازاي؟ بقولك مرات اخوك حامل، انا مش مصدقه. سامح مالك؟